ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة إن شاء الله. غدا يصادف 21/10/2022. من أوراقنا القديمة اللي كنا ندربها، شوف هذا المستطيل هو عبارة 25 ياردة 20 ياردة، يعني 25 ياردة لأول لاعب عنده كرة، هاي الكرة اللي بالمستطيل تلف بالمستطيل بين دحرجة وبين باص، ما لها دخل بالتصويب. التصويب يصير مع كرات المدرب، شوف المدرب وين يقف. فاللاعب الأول اللي عنده كرة يدحرج، أنا مرقم التمرين 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا. فاللاعب الأول يدحرج الكرة 25 ياردة، دحرجة سريعة يسموها، عند العلامة يمرر للاعب الأول بالمجموعة الثانية اللي يستلم الكرة ويدحرج ما ينتظر. بينما اللاعب الأول بعد أن مرر الكرة للاعب الأول بالمجموعة الثانية عند قوس الجزاء ينطلق لتصويب كرة يلعبها المدرب داخل منطقة الجزاء. فاللاعب الأول دحرج مناولة مهاجمة كرة داخل منطقة الجزاء، التصويب على المرمى 5 حركات عنده، ويروح خلف المجموعة الثانية 6 حركات تصير. فعنده أولا دحرجة 25 ياردة، 2 يمرر كرة للاعب الأول بالمجموعة الثانية، 3 يهاجم الكرة اللي راح يلعبها المدرب رقم الكرة، 4 صار، و5 يصوب، 6 مكتبناها، يروح خلف مجموعة مال 2. بينما يكون اللاعب الأول أدى الدحرجة وأدى المناولة للاعب الأول اللي صار الآن بهاي المجموعة القريبة علينا، وراح يصوب كرة يهيئها نفس المدرب أمام الهدف المتحرك الثاني، يصوب ويروح خلف المجموعة. إذن اللاعب الأول واللاعب الأول اثنينهم صوبوا، واحد صوب على الهدف الواقعي ذاك والآخر صوب على الهدف المتحرك العرضي، لكن الكرة بقت في حدود المجموعتين بين الدحرجة والمناولة، الدحرجة والمناولة، الدحرجة والمناولة، الدحرجة والمناولة. لذلك ما نحتاجه هو سرعة الأداء، حتى اللاعب من يدحرج يمر اللاعب الأول بالمجموعة الثانية لازم بسرعة هو والمدرب، مدرب يهيئ كرة أول ما يلعب اللاعب هذا الأول الكرة إلى اللاعب الأول بالمجموعة الثانية، يكون مدرب دحرج الكرة داخل منطقة الجزاء عشان يهاجمها اللاعب الأول، يشوت ويروح خلف المجموعة الثانية، يكون اللاعب الثاني استلم الكرة وعمل دحرجة وعمل مناولة للمجموعة الأولى، استدار المدرب يكون هيئ له كرة وضع له كرة أمام الهدف المتحرك. راح اللاعب الأول بعد أن مرر الكرة راح صوب وانتقل خلف المجموعة. إذا المجموعة تلف مثل أميال الساعة، لا تلف قاعد، لكن كل لاعب منهم بعد أن يدحرج ويعطي مناولة عنده واجب حركي مهم فني هو التصويب على المرمى. مدرب ثابت، كرات عددها جيد، 10 لاعبين إلى 12 لاعب لا بأس، لا تزيد العدد كثير أبداً، العدد الكثير راح يخلي اللاعبين ربما ينتظرون أكثر. لكن إذا كان عندك كرات كثيرة عند المدرب ممكن أن تزيد اللاعبين، لأن تحتاج في كل محاولة كرتين، في كل محاولة كرتين، في أو أنه أنت تعمل بالكرات اللي عندك، تنتهي الكرات تطراحة تجمع الكرات وتبدي، تنتهي الكرات تطراحة تجمع الكرات وتبدي، وهكذا يكون التمرين جيد جدا جيد جدا. أنا مجرب هذا قديم فأعيد إحيائه وأفكر أنه أقول شوف يعني ابتكار المنطقة، ابتكار هذه الفعاليات، المستطيل دحرجة والمناولة ثم التصويب وضع هدف متحرك، هي كل ابتكار من أجل تحسين ما يعرف بالفيزيكال تكنيكال سايد
الجانب الفني والجانب البدني. واعتقد اني المدرب اللياقه البدنيه راح يطالع هذا يقول اه، يقول دحرجه هي 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 لياقه بدنيه. الدحرجه دحرجه حملها عالي، ثم مهاجمه الكره اراده لها سرعه، فالثنين عندهم دحرجه وباص. لكن الجانب اللي سميناه احنا جانب اللياقه البدنيه، الحقيقه يعني مو ليس بالحمل العالي، لان هو دحرجه 25 يارده ثم مهاجمه كره بحدود يعني 15 يارده داخل منطقه جزاء او اكثر، فعنده ركض ودحرجه جيده، لياقه بدنيه ممتازه، مربوطه بواجب حركي فني هو التصويب على المرمى بس. واللاعبين يدورون كل لاعب، اذا كملوا كل لاعب يعني بين 8 إلى 10 مرات كل زوج، يعني اقصد كل لاعب، يعني معناه اللاعب عنده 4 محاولات، محاوله يروح بيها، المحاوله الثانيه يجي بيها، المحاوله الثالثه يروح بيها، الرابعه يجي بيها، وهكذا. شكرا جزيلا، انا موافق المولى. تحاول انت على نفسك، انا شايف طريقه مزينه، لاعبين مزينين، لا